نظمت شركة هيبار، وهي شركة عالمية رائدة مختصة في إنتاج اللحوم البيضاء وتفريخ أمهات الدواجن، ملتقى وطني بقاعة الدوم بارك مول ستيف بحضور إطارات الشركة من عدة دول وكذا المدير العام لهيبار الجزائر. الملتقى حضره كل المهتمين بشعبة الدواجن بالقطر الجزائري من مستثمرين بياطرة فلاحون، بالإضافة إلى العديد من الرسميين في قطاع الفلاحة والتجارة. شركة هوبار دالجيري تعرفوها، يعني منتج محلي تاع الأمهات، كان لنا هذا الشرف احنا في إفريقيا نكونوا ثاني شركة يعني في إنتاج أمهات كتاكيت دجاج اللحم. بدينا في 2007 لأن في صارت أزمة في 2006، كانت ظروف تاع إنفلونزا الطيور في أوروبا، كنا نستردو نديرو استيراد 100% يعني من أوروبا، ومع المرض اللي كان حدث هذيك أول مرة يعني وحبس الاستيراد، ما كانش التجارة كامل حبست، احنا شفنا رحنا باللي كنا في خطر، وكان عندنا الشرف باش نبداو هذا الانتاج في الجزائر في 2007. الان رانا في سنين ومن بعد دزنا مراحل شويه مليحه ومراحل صعبه، ورانا عاود الحمد لله رجعنا في ثاني في الانتاج تاعنا، والان رانا في نقدروا نغطوا حتى 40% تاع الاخر احتياجات الوطن في الامهات. دونك 2019 حطينا لي بروميير جي بي، 2020 الروبرو الاولى بدات تخرج عندنا في الكوفوار تاع عين وساره، بدينا نخرجوا الكتاكيت الامهات الدواجن في جانفي فيفري 2020. السنه 2020 كملنا نورمالمون بانتاج تاع 540 الف امهات دواجن. دونك وفي 2024 ان شاء الله نكملوا العام هذا باذن الله على 2,646,000 روبرو. ما بقاش بزاف، قعدنا شهر ونص ان شاء الله فيها خير، وعندنا احصائيات ل 2025-2026 باش نقتربوا كل عام فيه ب 3,200,000، نقولوا هذه بنظره سلبيه، تما ان شاء الله نديروا في الماء احسن باذن الله، واذا وفقنا الله ان شاء الله. شكرا. الشركه تستحوذ حاليا على نسبه كبيره من سوق الدجاج بالجزائر، ولها استثمارات كبيرة وتوفر العديد من المنتوجات، منها دجاج اللحم سريع النمو ذو تكلفة أقل، بالإضافة إلى الدجاج ذو قيمة عالية التخصص، وهي أصناف ملائمة جدا للبيئة المناخية في الجزائر. احنا عندنا في عادتنا كنا نديرو كل سنة ملتقى مع المربيين، بغات يكونوا زبناء ولا غير زبناء، علاش؟ باش يتعرفوا على الانتاج تاعنا، وكان باش نديروا ثاني تبادل الاراء ونسمعوا منهم، لخاطرش واحد وحده ما يقدرش ينتج بلا ما يقدرش يطور وحده، لازم نسمعوا احنا من المربيين يعني الاحتياج تاعهم، باش نسيو البول كاع الاحتياجات تاع الاخر، نشوفوا نقطه المليحه ونقطه الضعف تاعنا باش ثاني نتحسنوا في الانتاج تاعنا. حنايا شوف السلاله تاعنا، حنايا تبر اولا حنايا الانتاج تاعنا حنا نسيو نساهموا في الامن الغذائي تاع البلاد، حنا نتبعوا البرنامج تاع الحكومه تاعنا وتاع الرئيس باش نكونوا في الاستقلال الغذائي، هذه حاجه مهمه في الوقت هذا، هذا يعني الهدف الرئيسي. وثانيا حنا دوك عندنا سلاله الحمد لله تنتج مليح، تنتج مليح وعندها ثاني يعني ايجابيات، عندها زافونتاج سكو تنتج مليح وثاني تريزيستي في المناخ تاعنا. حنايا نشوف الاحتياج تاع الوطن تاعنا 6 ملايين كتاكيت دجاج اللحم، حنا كنا ننتجو مليون ونص، دوك رانا هذا العام راح نديرو 1,060,000، يعني رانا راح نغطوا 40% تاع احتياجات السوق. حنايا عندنا البرنامج تاعنا باش نغطوا 50%
50% على الاقل تاع احتياجات السوق. علاش؟ لان دايرين ثاني مرافقه مع الجميل تاعنا تاع تلمسان اللي عنده نفس المنتج في سلاله اخرى، يعني متفاهمين باش نغطوا كيقول لك الماكسيموم يعني الاحتياج تاع السوق. يعني ما نقولش 100% مي نسيو نقربوا 100% باش من هكذا ما نعودوش نديروا الاستيراد ولا نكونوا حنايا ما الامن تاعنا يعني يكون ضعيف. بالنسبه لهذا الملتقى يعني نشوفوا باللي راهي حضور قوي يعني لجميع الشركاء تاعكم، ماذا تقول لهم يعني من هذا المنبر؟ يعني احنا اولا يعني فرحين اكثر اللي جانا هنا، فرحين بزاف اللي رانا هنا اول في الصيف، لان منطقه هذه تاع الشرق يعني مهمه في الانتاج تاع الدواجن، معروفه الشرق معروف يعني في تربيه الدواجن. احنا جا مسرورين اللي رانا هنا معاهم، وكي يكونوا هكذا يعني بكثره وكامل يعني حتى هما مهتمين وراضيين ان شاء الله بالانتاج تاعنا، وحنايا رانا تحت كي يقول لك اليكوت كما يقول لك بالاستماع لهم باش نزيدوا نحسنوا احسن المنتوج تاعنا. بفضل الله استطعنا ان نجمع العاملين في شعبة الدواجن في هذه الملتقى اللي ان شاء الله كان ناجح وممتاز. وشركة إبار الجزائر استطاعت شركة إبار الجزائر المتواجدة بعين والسارة ان تكون وكيل اول وحصري لشركة إبار فرنس وافياجان. الحمد لله يعني منذ 2018 وكما قال السيد مدير الشركة، الشركة تأقلمت مع السوق الجزائرية وأصبحت هي رقم واحد في السوق الجزائرية. ومن هذا المنبر ندعو كل مربي أمهات الدواجن للالتفاف إلى إفيسيونسي بليس، منتج جزائري 100% وإنتاج محلي، واستطاعوا أن يقلصوا بشيء كبير من استيراد الأمهات. واليوم الجزائر أصبحت غير تابعة لأي مكان والحمد لله. يعني هذا ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهذه هي يعني كما نقولوا التفكير أو شغل السلطة. نعم، هذا يتساير مع تطلعات السيد رئيس الجمهورية والحكومة، بحيث يعني نستطيع أن نقضي على مشاكل الاستيراد، وكذلك أن نحفظ الأمن القومي والأمن الغذائي الجزائري. الحمد لله السيد مدير الشركة والمديرين والسيد ومدير التسويق مدير التسويق في إبار مدير التسويق في إبار يعني أعطونا هذه الفرصة، واستفادت ولاية سطيف من هذا الملتقى، والحمد لله جات ناس زارتنا من كل بلاصة، ونشكرهم على الزيارة ونشكرهم على الوقوف معنا، كما نشكر السلطات المحلية يعني على رأسهم السلطات الولائية السلطات الأمنية اللي مدوا لنا يد المساعدة وفتحوا لنا الطريق، وكذلك بلدية سطيف، السيد مدير التجارة، السيد مدير الفلاحة، السيد مدير المصالح، مدير السيد مدير المصالح البيطاء، وكذلك رئيس غرفة الفلاحة، رئيس غرفة التجارة، كل باسمه. هذا الملتقى هو مكسب كبير لولاية سطيف، حيث أن شركة إبار هي شركة عالمية كما يعرفها جميع المختصين في مجال الدواجن سواء دجاج اللحم أو دجاج البيض. شرف ولاية سطيف أنها تحتضن هذا الملتقى الوطني من طرف هذه الشركة لزيادة وعي الفلاحين بخصائص وامتيازات اللي تمدها لهم هذا النوعية من الدجاج. كما نعرفوا شركة إبار راهي رائدة في السوق الجزائري، حيث على بالنا أنها تغطي حوالي 40% من احتياجات السوق الجزائري من الصيصان. أيضا الفلاحين لازم يعرفوا الخصائص تاع الدواجن باش يعرفوا يخيروا كيما نقولوا باللونغاج تاعهم لي سوش ولا الشتله اللي رايحين يربيو، واش الفائده اللي رايحه تمدها لهم، كيما هما اللي تزرب تكبر مليح، لا فيتاس دو كرواسونس، لانديس دو كونسوماسيون، قداه تاكل باه توجد، باه يعرف يحسب ايكونوميكمون الدجاج تاعو، هاد الشتله تخرجوا هادي ما تخرجوش، كيما شفنا في المداخلات اللي فاتوا وين لو طو دو مورتاليتي تاعهم هابط، كيعودوا لي كونديسيون ديلفاج ولا ظروف تربيه الدواجن ملائمه راح يكون نسبه الفقد ولا نسبه الموت تكون هابطه، نسبه النفوق تكون هابطه، وهذا مكسب الفلاحين ولايه سطيف بالدرجه الاولى والجزائر بصفه عامه. يعني هذه الشركه عندنا مده طويله وحنا نتعاملوا معها،
انا يعني عندي خبره 10 سنوات وانا في الميدان راني نتعاملوا معها. يعني يتميزوا بالمصداقيه بالصرامه بالنوعيه نوعيه الكتاكيت. سي اون امبورطون سوسيتي دو برودكسيون دي بوسان ريبرودكتور شير او نيفو تيريتوار ناسيونال اي انترناسيونال. لا كاليتي دو لور برودوي elle est satisfaisante, de très bonne qualité. Même les transactions commerciales avec eux sont dans les normes. Donc, leurs produits donnent des résultats, que ce soit pour les reproducteurs chers ou bien pour le poulet de chair. Le poulet de chair, actuellement, on a des bandes de poulet de chair qui sont en cours et elles ont donné de très bons résultats. Même la reproductrice, on a atteint des taux de pente de 85 à 86% en plein pic de pente. La qualité des œufs, même concernant les clients, nos clients ils sont satisfaits de la qualité. بالمناسبة نشكر يعني شركة هيبارد على يعني على العمل الكبير اللي راهي تقوم به في شعبة الدواجن ألا وهو توفير يعني الصيصان للمربين، ونشكرها على تنظيم هذا الملتقى، كما نشكر يعني شركة المصطفى لتربية الدواجن على المساهمة في تنظيم هذا الملتقى.